لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انت محظوظ لانك دخلت على الفيديو ده. في خبر هقوله لك دلوقتي، ما تطلعش من الفيديو غير لما تسمع الفيديو للنهاية، هو كله دقيقة، كمله للنهاية علشان تعرف ايه الخبر. وانا بقولك اهو، مش هتلاقي احسن من الخبر ده النهاردة. ويلا بينا نشوف التفاصيل ونعرف ايه الخبر. الشعب الجزائري كله كان مستنيه. عارفين المراهق الجزائري نائل اللي الدنيا كلها مقلوب عليه في السوشيال ميديا، دلوقتي حكموا على الشرطي الفرنسي اللي قتله بالاعدام. واحنا حبينا نعمل الفيديو ده علشان نفرحك وبس كده. والخبر اتأكد يا جماعة، علشان في ناس دلوقتي عارفها نازلة تكتب ان الخبر كذب. انت لو مش متأكد بنفسك ولو انت مش واثق فيا وبتقول ان كذاب، تقدر تبحث على جوجل او اليوتيوب او التيك توك، في كل منصات التواصل الاجتماعي، وتشوف اذا كان الخبر صحيح ام لا. اصلا احنا يا جماعة مش بنجيب اخبار كاذبة، احنا بنعمل لكم الخبر لما نكون متأكدين منه من كذا مصدر. وبس كده يا جماعة، نشوفكم الفيديو الجاي وهو بيتعدم. استنونا. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.